أول مرة أنكرتي وقلت إنك ما تعرفيش أي حاجة وسبناكي. تاني مرة قفشنا آدم عبد الحي جنب المزرعة بتاعتك وسبناكي. تالت مرة بعت قريبك اللي اسمه أمير لأم آدم وبرضه سبناكي. لكن تتقفشي مع أصحاب آدم عبد الحي وتقوليلي إن دي صدفة؟ ده يحصل في عالم سمسم بس يا روح أمك. أنا كدابة. شكلك كده شمال. شكلك كده مش مظبوط يا بنت. حت أمك لجيبك. هجيبك وأعمل لك قضية عتاب. أنا مش عارفة أنتوا بتتكلموا على إيه أصلاً. مش بقولك شمال. أنت يا بنت جاية تلعب بينا ولا إيه؟ أنا مش فاضيين لك. هحطك تحت جزمتي وهفعصك. أخفيكي وأحلف إني ما شفتك. ما تنطعي يا بنت! إيه اللي وداكي عند عليا وكريم وطاهر؟ انطعي لأحسن قسماً بالله العلي العظيم. هعلقك وهسحلك. انا ما رحت لهمش، هما اللي جولي. جولي علشان اشوف الفيديو واقول لهم اذا كان ده الامريكاني فعلا ولا لا، بحكم ان انا كنت اعرفه يعني. وموضوع امير اللي بتقولوا عليه ده انا ما عنديش عنه فكره، ممكن يكون عمل كده بحكم شغلته، ما اعرفش. لا بنت واعيه مستفه كلامك تمام. قفلت كل الخنان. صدقها يا بنت ان انا صدقتك. انا قلت كل اللي عندي. عايزين بقى تعرفوا الحقيقة، المفروض تروحوا تدوروا على عمل أبلود للفيديو على النت، أكيد عنده الفيديو اللي فيه الحقيقة. وانتي ما تعرفيش الحقيقة؟ ما هو أنا قلت كل اللي عندي، انتوا اللي مش مصدقيني. أيوة طيب حاضر، ثانية واحدة. سيف باشا. أيوة لا يا أبي. طب أنا في طريق. انا داخل جوه. ها مفهوم سعد. نانسي انا هسيبك كده 25 بيه. عايز ارجع عليك يا عائلتي وقلت كل حاجه عشان تروح تنام في سريرك. ما عندناش بنات حلوه تنام بره. يا اما قسما بالله لا هلففك على مخبرين امن الدوله نفر نفر. اكتر في شيوط شويه. سال الله بقى كل بتعرفي ترقصي. بس استعجليش. ها استعجليش. ربيع استفدتي ايه بقى غير التهزيق؟ عاجبك اللي بيحصل فيه كده؟ اقعدي اقعدي. ما جاوبتنيش على سؤالي يا نانسي. سؤال ايه؟ انت ما تعرفيش الحقيقة؟ هشام بيه هو ليه حضرتك مش عايز تصدقني؟ عشان انا بتعامل معاكي باحساسي مش بس بعقلي. وبجد انا زعلان منك جدا عشان خبيتي عليا معلومه زي دي، رغم ان انا جيت لك واديت لك نمرتي. على فكره اللي انا بعمله معاكي ده غلط. لو حد دخل ولقانا قاعدين دلوقتي انا هروح في 60 ده. بس انا عملت ده بس عشان اثبت لك إن أنا مصدق في براءة آدم، وبجد عاوز أساعده، وبجد مش عارف أقولك إيه. لو كنت قلتيلي المعلومة دي من بدري كانت هتفرق معايا كتير أنا وآدم. عايز الحقيقة؟ يا ريت. الأمريكاني حاول يتهجم عليا وآدم هو اللي أنقذني بجدعنة ورجولة، ولما حاولنا نهرب ضرب علينا نار وصاب آدم في كتفه. كان طبيعي لازم يدافع عني وعن نفسه. حصل اللي حصل، قتله بالغلط. صح، أنا صح وإحساسي صح، والجريمة دي مجرد جريمة عادية ما هياش إرهاب زي ما بيقولوا.
عرفتوا كل حاجة؟ اعملوا بقى فيا اللي انتوا عايزين، ان شاء الله تشنقوني. انا خلاص كفاية اوي لحد كده، لازم ارد له ولو حاجة من اللي عملها معايا. اعترافك ده هيفضل سر ما بيني وما بينك. ايوه يا نانسي، عشان انا لو ذكرت اعترافك ده في التحقيق انت هتروحي في 60 دقايق وهتتسجني، وانا عاوزك بره عشان تساعديني ان احنا نثبت براءة ادم. بتكلم جد؟ من اول ما جيت لك وانا بتكلم بجد، بس انت اللي ما كنتيش عاوزه تصدقيني. بس متهيالي لما تخرجي من هنا ممكن تصدقي. طب والظابط اللي كان هنا؟ مالكيش دعوة، أنا هعرف أخلص الموضوع. وبعدين أنا راجل، لما أقولك على حاجة لازم تصدقيني. طمني يا نانسي. في واحد محضر عايزك على الباب ومصر ان انت تستلمي الاعلان بنفسك. ايه هو سيف عملها ولا ايه؟ مش عارفه مش عارفه يا بنتي مش عارفه. فندم انا سهام سامح امين. ممكن حضرتك تمدلنا؟ امضي لحضرتك على ايه بالظبط؟ ورقه طلاقك من السيد سيف سليم الحديدي. الصبر بنت الصبر يا حبيبتي الصبر. دمعني دمعني وقطعني. ابكي يا رنا ابكي وطلعي كل اللي جواك يا بنتي. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. مش قادره مش قادره مش قادره يا بابا.